حالة تأهب قصوى، المدافع مصوبة والأصابع على الزناد، وأجهزة المراقبة تترصد أي تحرك مشبوه. هذا الانتشار الأمني واسع النطاق على طول وعرض صحراء تير الزمور الشاسعة الممتدة إلى الحدود مع الجوار المالي والمغاربي، يأتي في سياق مهمة لضبط الحدود والتصدي لأي تسلل محتمل، انسجاما مع الخطة الوطنية لمنع انتشار وباء كورونا. وفي حين يدير الجيش الوطني المعابر الرسمية المغلقة حاليا، ويسير دوريات متنقلة تنفذ عمليات تمشيط على طول الحدود، يتقاسم مع القطاعات العسكرية المنضوية تحت لواء المنطقة العسكرية الثانية مهمة تأمين باقي تراب الولاية خارج المدن والتجمعات السكنية. وتتعامل القوات المسلحة الوطنية بيقظة وحزم مع كل طارئ. أبو سلطان، أصدر ترقب سريع، راه يلاحظ تحرك سيارة من اتجاه الشمال، حاول الدخول المدينة. المهم الجديد يقوم باعتراض سيارة. استلم استلم استلم. أما في محيط المدن فتشارك قوات الأمن والقوات شبه العسكرية القوات المسلحة المهمة. هنا حيث الحاجز الرملي الذي يحمي مدينة الزورات من السيول، تشكل مختلف التشكيلات العسكرية والأمنية طوقا محكما، وتدقق في هويات ووجهات الداخل إلى المدينة أو الخارج منها، كما تمثل حاجزا احتياطيا للتصدي لأي تسلل. وفي انسجام وتنسيق تشرف قطاعات الجيش والدرك والحرس والشرطة وأمن الطرق والجمارك على هذا الحزام الأمني وتتقاسم عبء مسؤولياته. وقد أثمرت هذه الخطة المحكمة صد عشرات المتسللين الأجانب الذين حاولوا اجتياز الحدود الوطنية بعد قرار إغلاقها، وفقا لما أكدته مصادر عسكرية لقناة موريتانية. وتستمر قواتنا المسلحة وقوات أمننا في هذه المهمة التي أثبتت نجاعتها وفاعليتها في إبعاد المخاطر الصحية التي قد تنجم عن أي عملية تسلل لأجانب أو مواطنين قادمين من الخارج إلى مدن البلاد وتجمعاتها السكنية. هذه المرة يرابط أبطال قواتنا المسلحة وقوات أمننا لحماية البلاد من أي متسللين يمكن أن ينقلوا العدوى، على ثغور ألفوها حصنا للوطن ضد الإرهاب والجريمة المنظمة. سيدي أحمد أبو بكر سيرة من صحراء تير زمور الموريتانية.